هذا الشيء له إهداء من أم أمين إلى أختها الغالية أم عبد الكريم. شغل الشله ولا يجلس أحد، افرح وفي ملكته يا الحاضرين، يوم ملكة عبد الكريم طيور السعاد، رفرفت والحفل فل وياسمين، رفرفت والحفل فل وياسمين. جوال 009665557 شغل الشله ولا يجلس احد، وافرح وفي ملكته يا حاضري، يوم ملكت عبد الكريم طيور السعاد، رفرفت والحفل فل وياسمين. عبد الكريم تدفع له نعم في مديحه والله المقصرين، جاريهم أبد بالكرم ما يذبحون للسمين، بالوفا محتني جاريهم أبد بالكرم ما يذبحون للسمين. شغل الشله ولا يجلس أحد، افرح وفي ملكته يا حاضري، يوم ملكت عبد الكريم طيور السعاد، رفرفت والحفل فل وياسمين. يا عسى التوفيق له للأبد والسعادة تنكتب طول السنين، يا عسى التوفيق فاله جاريهم أبد والكرم ما يذبحون للسمين، بالوفا محتني جاريهم أبد والكرم ما يذبحون للسمين. شغل الشله ولا يجلس أحد، افرح وفي ملكته يا حاضري، يوم ملكت عبد الكريم طيور السعاد، رفرفت والحفل فل وياسمين. يا عسى التوفيق له للأبد والسعادة تنكتب طول السنين، يا عسى التوفيق له والحفل في اللويا.